جمهور النادي الاهلي يمثل لك ايه؟ كل حاجه يعني. جمهور الاهلي هو اللي خلى حسام عاشور يبقى ليه مكانه جوه الاهلي. انا بحب جمهور الاهلي جدا وهو بيحبني جدا، وحتى في الشارع لما كنت بمشي مثلا في اي حته، حتى بعد ما مشيت من النادي الاهلي الناس كلها الحمد لله بتحترمني، الناس كلها بتحبني. فجمهور جمهور الاهلي ده احسن حاجه حصلت لي في حياتي. اول مره اشوفك متاثر كده وانت بتتكلم، ليه؟ حياتي كلها في النادي الاهلي يا كابتن سيف. انا من اشد الناس الاهليه اللي انت ممكن تشوفهم في حياتك. بحب الاهلي جدا وبحب جمهور الاهلي جدا، والنادي وجمهوره هم اللي عملوا اسم حسام عاشور، وهو اللي خلى الناس تعرف حسام عاشور وتحب حسام عاشور. النادي الاهلي طبعا هو اللي